أروي قتل القصور طالب الهجور عندما تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور تقلع السجادة الحمراء من الجذور عندما تفور ثمن الحرية الحمراء دم النحور في مدى العصور أنت واي وخط ممانع يا حسين لم تكن لي الطواغيت خاضر أنت واي وخط ممانع يا حسين لم تكن لي الطواغيت خاضر حياتنا حسين مماتنا حسين حياتنا حسين مماتنا حسين جرى الصوت من الطف كمرعيد والصدى يعيد وعلى قذارة النحر مع الوريد هتف الشهيد قائلا كلا وكلا لك يا يزيد لست كالعبيد ورمى الحديد يوم الطف بالحديد واعتلى النشيد قلت كلا وكلا أنت فلا تعرفك القيود لا ولا الحدود فمحوت الموت من خارطة الوجود يشهد الخلود تارة تكون في الجنوب كالرعود تلهم الصمود تارة تكون كالطفل إذ تعود ترجم اليهود أنت في هوى المسرح أرضا والممثلون عنك عاجزون ما على بصرع إبداعك مبدعون في مدى القرون إن إبداعك لا تدركه العيون لا ولا الظنون أنت أخرجت في الملش هذا أنت في هندسة الكفاح وخطى النجاح هكذا دمك إن ضج من الجراح كان كاللقاح وسلاما عسكريا لحنه النياح يمتطي الرياح ونشيدا داعيا حي على الفلاح وعلى السلاح